Once upon a time, they came out from the deep, from the very far south. They were the very best in their trade. Therefore, they were the chosen ones, the only trusted squad, to protect the most precious of all, the throne of Egypt. They were called the Elite Warriors Legion, the Magi's. Today, Egypt has no pharaohs, no throne, no royalty, but a great civilization. Yet, she still has her elite platoon. They converted from a squad of warriors to a multitude of exceptionally talented troops, the Magi's of civilization, guardians of the spirit within. Mahmoud Farag, Magi, the Desert. Born on the 22nd of June, 1963, Mahmoud received his first school years in Al-Kharga, capital of the New Valley, Egypt's most spacious yet least inhabited governorate. Between the school and the village Kuteb, and among millions of palm trees, this installed in the soul of a young Mahmoud a great passion for land and its gifts. It wasn't after too long that Mahmoud had started a new journey with his passion. One day, as Mahmoud rested in the field after helping his father with their daily farming duties, he sat under a palm tree and picking a branch of the palm tree wood. He got his sickle and started scratching and shaping the wood, as if the wood recognized what he was, a Magi, the spirit within the wood, the statuette, revealed itself to him, and ever since then, they both never quit. أنا اسمي محمود فراج مسلم من أهالي الوادي الجديد الخارجة يعني هاوي النحت من صغري فالنحت ده عبارة عن يعني في دم الواحد إنه الواحد غاوي
منحت من صغر، وانا ابتديت يعني وانا صغير خالص طفل، كنت في الغيط. انا اساسا يعني احنا ناس فلاحين اساسا، وانا في الغيط اخذت حته من كرناف النخله زي كده وبدات فيها احنا نقول المنجل او المحش زي كده، وقعدت احفر فيها والعب وانا صغير، كنت لسه في الابتدائي. وبعدين طلعت رسمه جميله وش بني ادم كده، فوالدي شاف الرسم ده فما صدقش انه انا اللي عامله، فسالني قال لي مين اللي عامل ده، قلت له انا، فاستغرب طبعا سن صغير وفي السن، وطلع حته زي كده، وبدات الهوايه والفكره بالتشجيع، مع رغم والدي يعني رجل فلاح وبتاع، انما يعني عنده وعي فشجعني، والاسره كلها شجعتنا، رغم احنا عددنا في البيت كثير والاسره مكونه من 10، ورغم كده ان انا اهتميت بالشغل ده، واسرتي برضو يعني كانوا بيشجعوني على هذا العمل، ده اللي طورني وخلاني انا وصلت للي انا وصلته ده. النحت ده هو يعني أنا بتخيل القطعة قبل ما أشتغل فيها وأجي أبدأ الشغل، ممكن في نص الشغل وتجيني فكرة تاني خالص أتجه بالحتة لشكل آخر غير اللي أنا متصور، على حسب اللي هو التخيل اللي أنا بتخيل وأنا شغال. العده دي عباره عن ازميل مشابه الازميل بتاع الايمه، الايمجي اللي هو بيدق الحليات والكلام من ده، دي مبارد عادي، مبارد حدادي، وده مبرد خشابي، وده اخذت بال حضرتك مبرد حدادي مثلث، فكل دي بقى انا طوحتها لايه لخدمتي في النحت. الحمد لله شغلي كله مميز بأنواع الخامات اللي بشتغلها، أنا مستغل خامات الطبيعة اللي عندنا في الوادي الجديد متوفرة جدا، والخامات دي بتتكون من شجر الدوم اللي هو جذوع الدوم والنخيل، ده شجر دوم، أما ده النخيل، وبنشتغل جميع يعني جميع مكونات النخيل، يعني من كرناف أو نقول عليه جليد، والجذوع جذع النخيل، وبرضو الرجلين معمولة من كرناف النخيل، ودي شجر دوم، بندخل الدوم مع النخيل بيدينا الشكل ده، ومش مكلف خالص. ده خامات بتتحرق عندنا في الوادي الجديد وملهاش تعتبر أي قيمة، فإحنا بنعمل منها نماذج يعني بتلفت النظر وبتنمو السياحة على حس هذه الأنواع. نفس النحت اللي أنا بنحته ده برضو مفيش رسمة أو تمثال أو لوحة بعملها إلا تكون يعني خارجة عن نطاق الوادي الجديد، فكله ده تراث البلد وأنا بحب أحفظ التراث.
المكان هنا يعني أنا بدأت الفكرة دي وبدأت البناء فيه، والقعدة اللي عاملها دي أساسا هتكمل، هتبقى بيت واحة. بيت الواحة ده هيضم جميع ما كان يستخدمه يعني الواحي اللي هو انقرض القديم، اللي هو التراث بتاعنا بجميعه ده. أنا جمعت لي يمكن 10 سنين وأنا بجمع جميع محتويات البيت الواحي القديم، من رحايا لمهراس لجميع الأواني اللي كان بيستخدمها، زي احنا نقول القدرة ونقول الطاجن ونقول المردسية وجميع مكونات البيت. الفكرة دي عجبت ناس كثير من أهالي الوادي، وفيه يعني في تردد كثير هنا، والتفتت الأنظار بطريقة يعني مشرفة، ويعني حتى مسؤولين كثير بدأت تسأل على المكان، رغم أنه قبل ما يكتمل. يعني الفكرة ناجحة وعجبت جميع أهالي الوادي، وأهالي الوادي يعني عندهم الحس الفني وعندهم الطموحات للنهضة بالسياحة من بعد الثورة طبعا. فإحنا حاطين إيدينا في إيدين بعض بحيث إنه تنمو السياحة بالبلد وترجع توقف على رجليها تاني. البيت الواحدة أنا مصر إني أعمله، لأنه هيضم جميع ما يحتويه البيت الواحد القديم. ليه؟ لأنه العمران دخل على البيوت القديمة تحت الوادي طبعا إزالة على طول، وبيبنوا عماير وبيبنوا مسلحات، فده يعني هدم التراث بتاعنا. وأنا حريص إنه أجمع جميع محتويات البيت الواحي، حتى العروق والبيبان الدوم، الباب الجميل اللي هو نظامه نقول بضبة وبمفتاح وبمهاج ومغلاق والكلام من ده. فأنا حريص إنه يعني أعرض الحاجات دي وأحاول إنه تراثنا ما يتنسيش وما ينقرضش. وأنا حزين جدا على التراث اللي بدأ ينقرض في الوادي، ولذلك يعني بأقصى سرعة أنا بحاول إنه أحفظ هذا التراث. مكونات البيت يعني ده يعني زي ما بيوت جدودنا هنا في الوادي الجديد اتبنت من خماس الأرض نفسها، اللي هو الطفل والرمل اتخلط مع بعضه وبيدينا الطوب اللبن أو الطوب الني. احنا نقول عليه الطوب الني. الطوب الني ده احنا بيتمسح نظامه، بيتمسح بقالب من الخشب. ليه ناس مختصة هنا يعني احنا نقول تعمل المخامر او الملطم، المخمرة دي بيخمر الطفل ده مع بعضه ويبدأ تاني يوم الشغل ده. بعد كده بيروحوا عاملين ايه، بيمسحوا الطوب يسبوه يومين او ثلاثة ويجي يتقلب الطوب على الناحية التانية عشان ايه يبدأ ينشف. بعد كده باسبوع يبدأ ينشف تماما، يتم ايه نضجه. بعد كده يعني لما يكمل العدد يبدأ البناء بيكون من الطوب الني ده كله أو الطوب اللبن، بيتبني البيت كله من نفس الخامة، نفس الطوب ده بيتبني. بتيجي بعد كده نفس المحارة اللي هو زي كده، المحارة اللي هي دي أو دي، من الطفل والطوب، من طفل نفس الخامة اللي هي اتعمل منها الطوب. غير كده بالسقف الجريد والسقف بفروع النخيل. النخيل بيجي تشق النص، كل النخلة جزعة مدور كده بتشق النص، ونبدأ نسقف الأوض أو البيت نفسه. ممكن نستخدم خشب الدوم لأنه متوفر، هو وخشب النخيل، خشب النخيل أو خشب الدوم ده يعني يهمه إيه يعني أفضل من الثاني. نيجي بعد كده طبعا بين الخ...
الخشب ده بنشتغل، بنجيب الجريد ده يتشال الزعف بتاعه ونبدأ نسقي في البيت. يتسقي في البيت نظام نقول عليه الحبك، يتربط في بعضه نظام حبك. حبك ده حبك الجريد، يعني ربطه في بعضه أو يعني حكمه يعني مع بعض، ده كلمة حبك يعني حبك الجريد. بنيجي نربط الجريد أو نحبك الجريد وبعد كده نرمي عليه، يعني مفيش خامة بتطلع برا، مفيش خامة ملهاش عازة. بعد كده بندي طبقة من الزعف، زعف النخيل اللي طلع من الجريد نفسه، بنديها فوق الجريد. بعد كده نروح جايين بالطين أو اللي هو الطفل ده اللي هو بنشتغل منه المحارة أو عملنا منه، يعني نفس الخامة، مفيش خامة دخيلة عليه. الجهة القبلية دي عبارة عن جبل طروان، ومن الناحية الشرقية دي ده طريق عام يعني، ويبعد عن البلد في حدود 5 أو 6 كيلو. أول ما تيجي تخش على هذا المكان هي قبلك إيه؟ معبد هيبس، وده يعني على الطريق على طول، يعتبر انه في وجهة الطريق. وبعدين المكان السياحي ده بعد ما تعدي معبد هيبس هتخش على اللي هو البجوات اللي هي خلفينا او كحدنا من الناحية الغربية، ده يعني بناء بالطريقة القبطية او البنين واقباط ورومان. فبعد البجوات فيه الجبل، جبل طروان ده شيء من قديم الأزل هنا ومعروف جدا عند بتوع الوادي. جبل طروان ده ليه ذكريات، كان جميع الناس يجي يتجمعوا عنده في شهر رمضان ويشوف الغروب، منظر الغروب ده جميل. بعد كده نخش على بعد جبل طروان هنخش على المنطقة عندينا هنا. المنطقة عندينا هنا يعني تعتبر بحر الجبل على طول، بحر جبل طروان على طول.
ما بين جبل تروان وما بين جبل الطير. جبل الطير ده اللي هو بحر المكان ده عبارة عن يعني به مخربشات من الإنسان الأول يعني، ومعروفة عند بتوع السياحة والأثار والكلام من ده. المكان يعتبر مكان سياحي من الدرجة الأولى. مصر بأمر الله هذا المشروع ونجاحه، وما أسيبش المشروع ده إلا لما يتم، لأنه ده بعتبره أنه ده شيء للبلد وشيء يعني يورث لابني وابن ابني إن شاء الله. Along the 9-hour bus trip back to Cairo, one question persisted on haunting my mind. In his novel, The Mysterious Island, French novelist Jules Verne once said, "So is man's heart, the desire to perform a work which will endure, which will survive him, is the origin of his superiority over all other living creatures here below. It is this which has established his dominion, and this is what justifies it over the entire world."
very true in the case of Mahmud Farrokh, the giant of the desert.